السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا. اليوم كما تشاهدون حنا في طريق السيار ديال مدينة ترينتو مع فيرونا. كما تشاهدون اخوتي، يعني انا جميع ايطاليين محترمين الحجر الصحي، كل واحد في المكان ديالو في المنزل ديالو. تنوجد يعني كما تشوفوا تلقاو المهنيين صاحب الشاحنات الكبيرة الذين ينقلون المواد الأساسية، بترول ودواء، يعني جميع الناس محترمين الحجر الصحي. نتمنى إن شاء الله أنكم المغاربة تحترموا الحجر الصحي من أجل السلامة ديالكم والصحة وصحة الآخرين، وخصوصا الناس اللي عندهم العمر في السن، يعني السن كبير، تحترموا هذا الحجر الصحي. دابا نخليكم مع واحد الفيديو باش تشوفوا بأن طريق السيار يعني شبه فارغ إلا من الشاحنات الكبرى، وهذا يعني بأن الناس يحترموا الحجر الصحي من أجل السلامة. وتعرف بأن إيطاليا من يعني هي الأولى عالميا مصابة كوفيد 19، والحالات جد كبيرة والموت جد مرتفعة. ونتمنى إن شاء الله بأنكم تحترموا هذا الحجر الصحي باش ان شاء الله الله يرفع علينا هذا الوباء وعلى جميع الامه الاسلاميه والغير الاسلاميه. وشكرا، ونخليكم مع الفيديو تشاهدون يعني بان طريق السيار شبه فارغه. نغتنم الفرصة خوتي باش نوجه واحد النداء خوتي المغاربة، بالنسبة للناس اللي تمشيو يتقطاو يعني السلع واحد الكونتيتي كبيرة، يعني ما خاصكمش يعني تكون هاد اللهفة هادي على المواد الغذائية، لأن الحمد لله الخير موجود. وهاد الليلة مشيتو تتاخدو يعني المواد اللي انتم غير محتاجين ليها وتتخزنوها، هادشي في صالح المضاربين، لانهم غيزيدو في الثمن، غيبدا يخبي السلعة وغيبقى يديرهم واحد المضاربة، وهذا ماشي غير في صالح المواطن، خصوصا المواطن الضعيف. نتمنى ديرو بالنصيحة ديالي، وبنادم ياخد على قد داكشي اللي خاصو، لان الخير الحمد لله موجود. يعني بالنسبة يعني الاستيراد والتصدير، يعني المواد اللي تدخل من الخارج يعني هي ما موقفاش وباقا تدخل السلع، والخير والسلعة تخرج يعني من المغرب، يعني لا داعي انكم تاخذوا واحد الكونتيتي بزاف ديال المواد الغذائية وتخزنوها، لان هذا يعني ما تدخل في الصالح ديال المواطنين، خصوصا المواطنين الضعفاء. نتمنوا ديروا بهذه النصيحة، واللي ما عندوش يعني اي غرض باش يخرج، نتمنى انه يبقى في المنزل ديالو، لان في الصالح العام، خصوصا الناس اللي زاجي، يعني الناس اللي عندهم عمر متقدم هذا الفيروس يقدر، وخصوصا اللي عندهم لي باثولوجي يعني امراض مزمنه مثل القلب ولا الشرايين ولا الرئتين، هذا الكوفيد 19 ياثر فيهم بزاف. نتمنى نكون خفيف ظريف عليكم في هذا الفيديو الصغير، ان شاء الله الى مناسبة قادمة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.